تستعد البوسنة الانتخابات العامة يوم الأحد. الحمى الانتخابية أعادت إحياء الخطاب القومي في البوسنة الذي ساد خلال الحرب الأهلية في بداية التسعينيات، حيث تنقسم البوسنة إلى كيانين: اتحاد البوسنة والهرسك الذي يضم مسلمي البوسنة والكاثوليك الكروات، وجمهورية صرب البوسنة حيث يعيش الصرب الأرثوذكس. الرئيس الصربي ميلوراد دوديك يعد من أبرز المرشحين إلى الانتخابات الحالية على منصب الرئيس الصربي، ويتنافس حزبه الداعي لاستقلال صرب البوسنة مع حزب الديمقراطي الصربي الذي رشح سونيا كاراديتش ابنة مجرم الحرب رادوفان كاراديتش. في جانب اتحاد البوسنة والهرسك يبرز اسم بكر بيغوفيتش ابن الرئيس المسلم السابق في فترة الحرب علي عزات بيغوفيتش. الابن بيغوفيتش ممثل مسلمي البوسنة في الهيئة الرئاسية ثلاثية، وهو مرشح في الانتخابات الحالية. كاميرا يورو نيوز جالت في سراييفو وغطت بعض الانطباعات العامة في الشارع. أنا شخصيا لا أصوت، من يقومون بذلك يعتقدون أن الانتخابات قد تغير شيئا، لكن لا أعتقد ذلك. الكثير من الناس يشاطرونني الرأي، ويقول آخر: سأصوت لكن لا أدري إن كان ذلك سيغير شيئا، الأحزاب الحاكمة والمعارضة تقطع على نفسها الكثير من الوعود، أنا سأكتفي بأداء واجبي المدني. معظم القادة في البوسنة والهرسك يرفضون تغيير نظام اتفاقية دايتون للسلام التي تدار على أساسها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، والتي تعمق الانقسام الإثنية والدينية في البلاد.